فالحقيقة قسنطينة هي في أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال ضيوفها الكرام. قسنطينة بكل مدنها وبكل مواطنيها في أتم الاستعداد، وفرنا كل الظروف من أجل أن نكون في مستوى هذه التظاهرة الإفريقية. قسنطينة مستعدة بمرافقها الرياضية، وأحسن دليل على ذلك الملعب الرياضي أو المركب الرياضي الشهيد حملاوي الذي استفاد بعملية تأهيل كبرى، وهو الآن يمكنه استضافة أي مقابلة دولية، بالإضافة إلى ملاعبه الجوارية أو ملاعب تدريبات. كذلك لدينا 3 ملاعب تدريبات هي مخصصة للفرق الرياضية التي حلت بقسنطينة والتي لاقت استقبالا حارا من طرف المواطنين ومن طرف الجمهور كذلك خلال التدريبات. احنا في الحقيقة من أجل تسويق صورة جميلة عن الجزائر وعن المواطن الجزائري والمواطن القسنطيني بصورة خاصة، كانت عدة لقاءات، نظمنا عدة لقاءات مع الجمعيات، مع المواطنين، مع المجتمع المدني، مع جمعيات الأنصار، خاصة أنصار الفرق الرياضية المعروفة بقسنطينة، شباب قسنطينة، مولودية قسنطينة، شبيبة الخروب، شبيبة زيغود يوسف، اتحاد الفبور، من أجل تحسيسهم بأهمية هذه التظاهرة وأهمية التحلي بسلوك حضاري، وكذلك التحلي بالروح الرياضية داخل الملاعب، وكذلك الحفاظ على هذه المنشآت التي وفرتها الدولة لفائدة شباب قسنطينة.